الساعة 8 ليلا نستقبل مباشرة ضيفي سيمنذر مرزوق رئيس بلدية المنسير. مرحبا بك سيمنذر. مرحبا بك سي عبد السلام وبكافة مستمعي إذاعة ريبات اف ام. يعيشك. نرجع لك الكلمة زميلي قبل ما نرفع الأذان بك. يرفعنا الأذان قسيت عليك. تفضل مصطفى كمل ومن بعد يعقب عليك سي ماهر ونتعدى. يعطيك الصحة عبد السلام. كنا نحكيو احنا على الخصوصية نتاع الفعلاز لهنا. راهو هو مشروع وطني. عندك البلدية موجودة فيه، عندك لابال موجودة فيه، عندك وزارة التجهيز موجودة فيه، عندك الحكومة المحلية موجودة فيه، عندك المواطنين موجودين فيه. الحاجة الباهية اللي قاعدة صايرة تو هي الشفافية في القرارات، والشفافية خاصة في حضور المجتمع المدني في كافة أطوار اتخاذ القرار. باهي لهنا حكيت شوية يعني حب يعقب عليها سوفرشيو، ولكن شفنا احنا ليزانترفونون ديريكت وانديريكت والابليكاسيون تاع المشروع هذا على المدى القريب وعلى المدى البعيد. سؤال نختم به باش ما نطولش، نخلي الفرصه للمتداخلين الكل. الجينيراسيون هذه كيفاش احنا باش نقنعوها باللي الفلاس رحنا احنا مسؤولين عليه واحنا باش نحافظوا لكم عليه. اتهناو راهو لهنا معناها لو سونس كومان نتاع الناس كل كي هي رساله طمأنه. هذا هو اللي حاجتي به في نهايه هذه الرساله الكامله. هذه رساله طمأنه بعث بها مصطفى للناس اللي تسمع فينا الكل. تحب تعقب انت ماهر على جزئيه قالها مصطفى على متسكني الفلاز اللي يسكنوا قباله الفلاز. اي بالضبط، على متسكني الفلاز والناس اللي بجوار الخط شريط نتاع الفلاز. اليوم ديجا في جلسه العمل الاولى اللي صارت في بلديه المستير تحت اشراف سي منذر مرزوق وسي نبيل قليله، حكينا في الموضوع اللي كان يحكي فيه توا سي مصطفى، وانه نعملوا اون انكيت على العباد اللي تسكن جوست اكوتي، معناتها جوست اون فاس الفلاس، باش ندوروا عليهم باش تخدم الخدمه ان شاء الله كوم الفو، باش نعملوا اون انكيت باش نحكيو على باش نعطيو بالضبط الريزلتا نتاع الانكيت هذيا، شنو راي المتسكنين والمواطنين اللي موجودين غاديكا في الاشغال اللي قاعده تصير في الفلاس، ومشكل شنو رايهم في اللي صار لي في اكاو، شنو يحبوا هم، شنو متطلباتهم وشنو يراو في المستقبل. وهذا زاد على علاقه بمستقبل الصغيرات اللي كنت تحكي فيه في المسير، هم زاد ان شاء الله ينجموا يعطيو رايهم. يعطيك الصحة. باهي يعطيك الصحة ماهر. نتعدى مباشرة سي منذر. سي منذر كنا نحكيو على التحرك نتاع المجتمع المدني فيما يخص مواصلة المشروع والأشغال نتاع الفلاز، القسط الثالث أو الجزء الثالث من المشروع هذايا. دونك قوبل بصد كبير من المجتمع المدني، وكيف كيف هنالك تفاعل إيجابي من السلطات الجهوية والمحلية ومنكم أنتم بالذات. شنو الحكاية كلها تو كان يحكينا سي ماهر، واضح لنا عديد النقاط كيف كيف سي مصطفى عن أزرقنا الكبير. نحب ناخذ رأي البلدية وسيد رئيس البلدية بما أنك ملم به الموضوع بالكدا بالكدا. شكرا دكتور عبد السلام على إتاحة الفرصة وعلى الدعوة هذه، ونحب بالمناسبة نشكر الأخوان الحاضرين وكل الأطراف اللي تفاعلت مع مشروع حماية فلاز المنستير. يظل اللي حكيتوا أنتم على اللي صار الكل والاحتجاجات اللي صارت بكل الوسائل الشرعية، من وقفات احتجاجية، من إصدار يعني لائحات وبيانات، ومن أيضا اجتماعات صارت، وفما معناها تعريف بالخطورة متاع التدخل في مستوى معين. وإحنا خطر حتى الكلمة متاعنا راهي محسوب علينا ويزم نعرفوا شنو نقول. اللي به الفايدة وأنه صار تفاعل مع المجتمع المدني من طرف السلطة المحلية والسلطة الجهوية، وخليني نقول اليوم حتى السلطة الوطنية. التفاعل هذا يبين اللي تونس قاعدة تنتقل بشكل جدي إلى مفهوم الديمقراطية التشاركية، وإلى اعتبار المواطن والمجتمع المدني بصورة عامة شريك فعلي في مستوى وضع التصورات وفي مستوى صياغة القرارات. بل أكثر من هذا نقول لك اليوم احنا نشهد في مدينة المنستير أرقى أشكال الديمقراطية التشاركية، لأنه اليوم المجتمع المدني وصل مش إلى درجة المساهمة في وضع التصور وصنع القرار، ولكن وصل إلى مرحلة تعليق مشروع دولة اللي هو بصدد الإنجاز. هذه سابقة من نجم كان ننوه بها. سمحني، التعليق بالإقناع والتحرك السلمي، مش كما برشا ناس اخرين بالوقفات وتسكير الكياسات والوحده، يعني هذا مهم جدا. شوف سي يسري، احنا المجتمع المدني راقب. احنا خليني نقولها، خليني نحكي على مدينتنا.
ومش معنى هذا معناه أني ضد مدن أخرى، أكيد رو فما ناس كيفنا. احنا في هذه المدينة نحتاج بكل الطرق السلمية، وما عندناش وسائل احتجاج غير الوسائل المتحضرة. والحقيقة فرصة نحب نشكر من خلالها كل الأطراف اللي عبرت عن مشاغلها في الموضوع وعن تخوفاتها في الموضوع هذا. كنت أقول وهذا احنا مؤمنين به، مؤمنين احنا كسلطة معناها محلية وحتى جهوية، لأنه السلطة الجهوية تفاعلت معنا الحقيقة، وهوني الشكر للسيد الوالي. عنا قناعة ثابتة وأنه اليوم المواطن راهو لازم يكون شريك في اتخاذ القرار، والمواطن عنده معناها رؤيته اللي لازم تكون محترمة وقت اللي الرؤية هذه تكون صايبة. فالدرجة اللي وصلنا لها اليوم اللي خليني نقول أني راقية في الديمقراطية، راي باش حملنا مسؤولية كبيرة، لأنه في نهاية المطاف يلزمنا نكونوا في مستوى المسؤولية اللي يقع تحميلها للمجتمع المدني بما يمكنه يفهم اللي هو اليوم في الفترة هذه متاع الشر اللي يقع فيها تعليق الأشغال، راهو في تحدي. التحدي هذا يلزم يبرز معناها من خلاله أمرين أساسيين. الأمر الأول اللي هو مسألة حماية فلاز المنستير، مسألة لم يختلف فيها اثنان، أو خليني نقول أجمع عليها أغلب اللي حضروا اللقاءات هذية، وأنه الحماية مسألة ضرورية. فمشروع كيف هذايا مش احنا معناها باش نطيحوه في الماء، ولكن باش نعدلوه. وهذه تجي النقطة الثانية هي القدرة على مدى إدخال بعض التعديلات اللي باش تضفي على المشروع ضرورة المحافظة على الموروث الطبيعي المولود الموجود في الفلاز، وعلى جمالية أيضا الفلاز باش ما يقعش تشويه هك المناظر الطبيعية اللي مخلوقة معناها بطبيعتها. دونك خليني نقول اللي معناها الأطراف الحقيقة وقع معناها تشكيل لجنة يترأسها سي نبيل قلالة. كل الأطراف اليوم جات الحقيقة وعملنا جلسة في البلدية، خذوا المسألة بجدية كاملة، عارفين رواحهم فاش قاعدين يعملوا، عارفين الأمانة اللي ملقات على العاتق متاعهم، وعارفين كيفاش باش يوصلوا في نهاية المطاف إلى ضرورة معناها أنهم يلقاوا حاجة تتأقلم مع طبيعة المشروع بما يلغي بعض العناصر اللي ربما باش تأثر على الفلاز، مع إضافة عناصر أخرى. ولكن زاد وقت اللي نحكيه من الناحية الفنية في مستوى الإجراءات الفنية والإجراءات القانونية في معناها تنفيذ المشروع هذايا، حتى بعض العناصر اللي بشقة إضافتها لابد باش تكون عناصر تدخل، وهذا عملية في برشة ذكاء وفي برشة حنكة. ونعمل الحقيقة اليوم على معناها اذكاء الاطراف اللي كانت حاضرة، انه العناصر اللي بشاقة اضافتها ما يزمش تخرج على محاور لكي تشارج في البروجي هذايا، لانه ما كتعرف، ويمكن حتى سيسري معناها مختص في المجال هذايا، ما تنجمش اليوم الـ معناها كراس شروط حاجة يعطيك صحة وكراس شروط في وقت، وانت باش تجي تلغي معناها عناصر موجودة في الجدول بتاع المشروع وتضيف عناصر أخرى، لأنه هذا ما نجمش يتقبل لا شكلا ولا مضمونا، وهذا يفسد معناها الناحية القانونية بتاع المشروع. دونك الذكاء الكبير بتاع المجموعة اللي قاعدة تخدم على هذا هو كيفية التعامل مع التعامل مع الموجود وكيفاش باش يأقلموا التعديلات اللي باش تدخل مع طبيعة المكان هذاك ومع طبيعة المشروع في حد ذاته بعناصر تفصيلية. واعتقادي أن هذا مش صعيب وش على نصه معناها. فما لجنة يعني تعملت توا قاعدة تخدم وقاعدة به سيسري نخليك ليك أنت تعليق. أنا ما خلو لي شيء لخيان، جوست حاجة برك باش نقولها، هي اللجنة وقعت تسميتها لجنة مراجعة وتحيين مشروع حماية الفلاز. يعني وقت تسمع مراجعة وتحيين يعني جوست فما تعديلات معينة تحيين المشروع فقط، مش التبسيط باش يوصل المساج للناس الكل، راه مش إيقاف المشروع، ماهوش إيقاف المشروع. الناس الكل راهي بالنسبة لها مقتنعة بضرورة حماية فلاز المنستير، يعني هذا خط أحمر للناس الكل، الحماية
واجبة ولازمة. طريقة الحماية هي اللي تفرق، الطريقة طريقة إنجاز المشروع وطريقة الحماية هي اللي بيساق عليها بعض التعديلات. خلينا نرجع لك عبد السلام وسي منذر معايا، وإحنا كنا اليوم تقريبا اجتماع أكثر في دام أكثر قرابة 5 ساعات، راهو اليوم في بلدية المسير مش شوية، يعني فيها لي سيونتيفيك، فيه لي تكنيسيان، فيه لي زانجينيور، فيه المجتمع المدني، فيه معناها من الناس الكل، وفيه البلدية كانت حاضرة، يعني حاجة معناها تثلج الصدر بالحق، وفما كان تفاعل كبير وكانت فما نقاشات كبيرة، وصلنا معناها للتشنج وللوعد، لكن هذا كله نابع على حب الناس الكل الفلاز وإيمانهم بضرورة المشروع وتبادل أفكار كبيرة سيونتيفيك وتكنيك معناها بين الناس هذوما. كانت معناها بالحق كان ممتع، ممتع اجتماع ممتع بالنسبة لي أنا. لكن نرجع سي منذر للستينات، هو بداية الفلاز، الفلاز مش من اليوم، هو راهو معرض يعني للانجراف، هو من الستينات كانت فما دراسة، صارت فيه دراسة للحماية، وصارت دراسة كما قالوا جماعة معناها بطريقة كانت ممكن أكثر طبيعية بالليزامينجمون معناها ليجي، وبحاجات معناها بالليزامبلونتاسيون، بطرق إن كان نقولوا معناها طبيعية أكثر من الشيء اللي صار. جاء بعد في التسعينات 95 تقريب وعاود تحير المشروع هذا. راهو يجي نقول لكم بالنسبه للناس اللي قاعده تشكك اليوم في التوجه نتاع التحرك اللي قاعد صار، راهو ما يلزمناش نخرجوا من تاريخيا وقتاش صارت البروجي الثاني نتاع وضع اللبنة الأولى لمشروع حماية الفلاز وتعطى فيه الأوكي، يعني في التسعينات. وقتها نتفكر أنا كان فما صارت بعض النقاشات الجانبية واللي ما كانتش ناس نجم تناقش مشاريع كيما هكا وكذا، وقيل عندها نتفكر أنا أنه المشروع الحماية وقع اختيار أرخص طريقة وأسرع وأسهل طريقة للحماية. النتيجة اليوم حتى بالعين المجردة كي ترى خاصة القسط الثاني من فلاز المنستير واضحة للعين، يعني ما تتقبلش، وخاصة أنا زدت اقتنعت بهذا بعد النقاشات اللي صارت وبعد الوعد، يعني خاصة القسط الثاني كان جريمة في حق فلاز المنستير. اليوم يعطيهم الصحة الناس اللي تحركت، الناس الكل، وقبل ما يبدا، ولو انه وقع اختيار توقيت، والتوقيت اليوم هيك وثبت انه على الاقل ما وخرش التوقيت، وجاء ما خر شوي لكن في وقته، ووقع ايقاف انا قلت تعليق الاشغال باش يفهموا العباد، خاطر كما قلت انت تعليق الاشغال، العباد اللي يقولوا الناس هذوما يكرهوا المستير وهما ضد حمايه المستير و و و و شوف، اكبر دليل على انه التحرك هذا يعني في بلاستو وفي ثنيتو وبالحق في مصلحة مدينة المنستير، هو التفاعل الإيجابي مع السلطة المحلية والجهوية، وكما كان يقول دوسي منظر السلطة الوطنية اللي تفاعلت إيجابيا مع التحرك هذا. يعني لو لم يكن هذا مقنعا ماهوش معناها سي با ان برات فير، ماشي صندي تحرك صندي عنده لي فونتاعو، لا صار لا بتكسكير كياسات ولا بحرقان عجالي ولا بحجر ولا بحتى شيء، هو كان تحرك راقي جدا في مستوى المجتمع المدني اللي الحقيقه انا واحد من الناس من 2011 سعيت له في المستير باش يكون بالطريقه هذا، كنت في المجتمع المدني وديما كلمتي نقول انه راه المجتمع المدني دوره حلين الكياسات مش تسكير الكياسات. دونك اليوم الطريقه اللي تعاملت طريقه خارقه للعاده، اليوم اعطت اكلها اليوم تكونت اللجنه هذه كما قلت لك، وقعت تسميتها لجنه مراجعه وتحيين مشروع حمايه الفلاز، وهذه اللي باش تعطي علميا الهانات اللي صارت في الدراسة اللي على إثرها بدأت انطلقت الأشغال القسط الأول والقسط الثاني. علميا زاد راهو باش يوريو أنه كانت نجم تكون التدخل بطريقة أخرى مش بالطريقة هذيك، وأنه فما طرق أنجع وأحسن للتدخل لحماية المشروع، مع العلم أنه في الاجتماع اللي صار في الولاية هذه باش نقولها مثلا لم ينكر صاحب شو اسمه مكتب الدراسات انه يعني الدراسات خاصه في القسط الثاني انطلقت
فقط وكانت معاملة على انجيو تكنيسيان وفقط وانت وكف الله المؤمنين شرقي. يعني خالك لا كان عندنا ناس مختصة في التشجير ولا كان عندنا ناس مختصة في كذا ولا كان عندنا ناس مختصة في كذا اعتمدوا هذه وهذه غلطة يعني ولم يقع استشارة بعض المكونات الأخرى للمجتمع وإلا لل ولا من أهل الاختصاص معناها أنه اليوم المهمة ستكون كما حكينا اليوم مع سي منذر ومع الناس الكل راهو المهمة نتاعنا مش باش نقترحوا الحلول وكيفاش وكذا وكذا لا هو باش يصير ان بتي رابور اللي باش يتعدى للسلط اللي فيه الأخطاء أو ما معناها الحاجات اللي تعملت مش يعني كيفاش نقولوا باش نفسروا انه الطريقه هذيك لم تكن هي طريقه الحمايه الناجعه بالضبط ولا واللي تنجم تكون كان هي يعني فما طرق اخرى تكون احسن واقل تكاليف يمكن او كذا. الموضوع اللي قالوا سي منذر نقطه مهمه جدا المشروع اليوم تعطى للمقاوم فما امور قانونيه لهنا ما نجموش نرجعوا فيهم فما اعتمادات ترصدت يعني لهنا باش تكون يعني المساله صعيبه يعني لابد من ذكاء وحنكه لي باش نعرفوا كيفاش الاموال هي بيدها المرصوده تتوجه في نفس المشروع يعني ما فماش تضيع على الفلوس ولا الفلوس باش ترجع منين جات ولا 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 اليوم باش ياخذ المشروع الفلاس حظه كما كان لكن ممكن بطرق علميه انجع وادق ونحافظوا زاد على جماليه وخصوصيه راهي محميه طبيعيه عالميه علاش حاشمين منها احنا باش نقولوا بكري ناس حاشمين راهي عالميه لان انتم حاشمين راهي عالميه اسم الاماكن في العالم كيما قام واحد قال احنا على خاطر المنظر باش لا يا سيدي مش على خاطر المنظر هذا السيد هذا الفلاس هذا راهو معروف عالميا وراهو ناس تجيهم من كل بلاصه خصيصا باش تعمل تصاور غادي باش تشوف اليوم الناس تحكي لك على عصافر واليوم الناس تحكي لك على لي سبيس معناها نتاع لي بلون لي بلون قالوا 200 سبيس اليوم فما اكثر قالوا تقريبا 250 وكيفاش هربت العصافر من غادي وشنو ما معناها الزواحف اللي موجوده وشنو ما الحشرات اللي موجوده وشنو وكذا وكذا ثم سي منظر كان تفكرش اللي يحكي على الليكوش هذيك البلاصه اللي فيها الليكوش معناها جيولوجيك اللي موجوده غير موجوده في العالم كامل نادره هي نادره جدا واللي هذوما اذا كان نعرفوا احنا ناس نحترموا روحنا ونعرفوا بلادنا ونعرفوا كيفاش نسوقوها سياحيا اجا شوف شنو نجموا نعملوا باش ما نخرجش من الموضوع الفلاس فقط وعدت الساده المستمعين في الحلقه الفارطه اني نعطي بعض التوضيحات فيما يخص التور نتاع الفلاس والمشكله ايضا هي مشكله تور الفلاس دونك حبيت نوضح نقاط قانونيه البعض اللي يسمعوا فينا الا تحركوا ولا قالك ما يتبناش بيتون ارمي فيه الى اخره راهو الا ماخذ التور نتاع الفلاس ماخذوا على اساس اشغال وقتي للملك العمومي البحري والملك العمومي البحري فيه زوز أجزاء فيه ملك عمومي تابع للأبال وملك عمومي تابع للبلدية التور بيدو في حد ذاته هو تراث مصنف تراث التور متاع الفلاز هذاك والبنية اللي بحذاه بنيتها البلدية هي بنية قديمة برشا من 2002 تقريبا من بعد سي منذر كان فما حاجة تعلق عليها علق الإشغال الوقتي اللي هو الأوكوباسيون تمبورير شنو يقول قانونيا يقول ما يلزمكش تبني فيها أندور بني أندور يلزم البني يكون ليجي الشاغل وقتيا للملك العمومي سواء الملك العمومي البحري او الملك العمومي البلدي الاشغال الوقتي ما يعطيهش اصل تجاري هذه خنده واضحين قانونيا سالت عليها ما عندكش الحق في فوند كوميرس ما عندوش حق في فوند كوميرس دونك تاخذوا في مده معينه اللي هي قانونيا ديما سنه قابله للتجديد في بالي انور ونوفلابل دونك اقصى مده تنجم تملك فيها ملك عمومي هي عام حتى كان يتجدد 4 أو 5 مرات راهو ديما يتسمى عام ما يتسماش 4 أو 5 سنين دونك اي تغيير يقع ادخاله يلزم يكون بالترخيص المسبق البلدية ولا للابال انت والبلاصة اللي هو منتصب هذه بعض النقاط لاني لوشت عليها يسري انت رجل قانون وتعرف سي منذر كان فما حاجة غلطة في الكلام اللي قلته هذا ماذا بيا تصليح هذه جنجلاتك يا سعب سلام موضوع هذا ما في بليش باش تجبله معناه اما انت تعرف عندك الفيفير معايا عايشك لا ما يقلقنيش هو لا هو راه هو قال لي باش تحضر راني باش نحكي على الفلاس اونتر جبت لي ما يقلقنيش عندك على مواضيع اخرى مرحبا خليني نوضحها شويه للراي العام باهي خلينا نبدا من حيث انتهيت ما فماش فوند كوميرس ماش فوند كوميرس شكون قال لك فوند كوميرس كانت فوند كوميرس ما جبتش نحكيو على الامور القانونيه اني نسمع سي منذر تو اني جاوبت على تساؤلات انا جاوب فيك ما فماش فوند كوميرس كلام صحيح واضح وما فماش حاجه اسمها فوند كوميرس بعد واضح موجود دونك اللي جبد على هذا بين الموضوع هذا ما عشيش بدور خاطر ما فماش اصلا احنا كبلديه نتعاملوا مع الشركه لليوم نتعاملوا مع الشركه اللي عندنا معاها علاقة تعاقدية في إشغال الملك البلد العام ثم جزء موش كبير تابع لابال
الجزء الأكبر يرجع بالنظر للبلدية. بالنسبة للمطعم، المطعم هذاك أراه مواش تراث، مطعم بناته بلدية في وقت من الأوقات، تبناه معناه في وقت من الأوقات، مواش في الزمن البعيد 2002 تقريبا، مواش مصنف، مواش مصنف تراث باش نكون واضح. الشركة اللي هي معناها متعاقدة مع البلدية في هذايا بدأت تعمل في أشغال وصبت مطلب للحصول على الترخيص في أشغال متاع أميناجمون، ما زالت ما أخذتش رخصتها. وك علاش وقفناها؟ وعندنا قرار إيقاف أشغال وعندنا قرارات ترتيبية أخذناها والأشغال توا واقفة، في حين أنه تنظر اللجنة المعنية في المطلب هذا ثم لها القرار حسب الإجراءات القانونية المعمول بها، إما أنا باش توافق له تعطي ترخيص في القيام بعملية معناها لامينجمون، أو أنا معناها باش ترفض له بطريقة اللي الأشغال لازم تكون مريقلة. هذه الحاجة الأولى. حاجة ثانية هي الأشغال متاع البيتورمي حسب المعاينات اللي عملناها، فما أشغال باش تكون في وسط المطعم بيدو، ودونك هذه مسألة ماهيش باش تضر بالموقع. ثم فما أشغال تتعلق بالتراس الخارجي اللي هو تراس بطبيعته كان فيه معناها كان مزلز معناها بالبيرتاي وغيره، يعني نفس الشيء باش يقع إعادة يمكن إزالتها معناها فيه هو باش يقع إعادته هو وتراس موجود باش يقع تجديده لا أكثر ولا أقل. أما فما حاجة متاع تقريب بعض الأعمدة اللي تصبت، لأنه الأعمدة الموجودة القديمة معناها متداعية شوية، دونك حب يعمل رونفورسمون ليها لا أكثر لا أقل. هذا معناها تقريبا الأشغال فاش تمثلت، مع أنه وقفناها بالقرارات الترتيبية ونبهنا معناها على لاهي بالشركة هذه على أساس ما عادش مسحت شيء، في انتظار أنه معناها تنظر اللجنة في المطلب نتاعه وباش تجاوب. هذا واضح هكا تو معناها في إطار الشفافية. أنا جاوبنا الناس الكل وإحنا ما عندناش حتى مشكل مع حتى حد، داير اللي عنده حق ياخذه، إلا باش كما قلت إلا باش تقولوا اللجنة ولا باش تفرزوا اللجنة هذاك إلا باش يمشي بيه، دونك أمور قانونية بحتة، أمور قانونية ما عندناش حتى مشكلة مع حتى حد. فقط للإيضاح لأنه برشا كلمات تقالوا سي منذر وأنت تعرف المدة الأخرى ودخل فيها حتى تجاذبات سياسية زادة راهو معناها فما أطراف سياسية دخلت فيه الموضوع، هذاك علاش حبينا نقولي كلاريفي لي شو. احنا ما عندناش حتى مشكلة، نخدموا في إطار شفافية، وأي معنا أول مرة معناها طلب مني باش نوضح المسألة هاني وضحتها، وراو احنا ما احنا متعاطفين مع حتى طرف، معناها الفيصل بيناتنا ديما هو القانون والإجراءات معناها المعمول بها، هذه حاجة معناها نكونوا متأكدين منها، ولكن احنا ديما عندنا هكا السرعة متاع تهويل المسائل وكذا. صحيح خدمنا غير ترخيص ساسفري مي وقفناه وخذنا مع الاجراءات اللازمه والاشغال تو واقفه، خذيت ترخيصه تو يخدم وقع معناها الاشاره ليه انه باش يدخل بعض التعديلات على المطلب نتاعه، تو يدخلها تعديلات في نهايه مطاف موش باش يخدم الا في اطار القانون وبالترخيص، سنو باش نعملوا الاجراءات المعمول بها ضده، ما فيش حتى شك هذا. واضح سي منذر، شكرا لك على التوضيحات هذه. مصطفى تحب تاخذ؟ نحب نستغل هنا سي منذر سامحني شنو عندك دقيقه كهو، نحب الراي العام بعد اللجنه هذه اللي تشكلت، ونحب هنا من المنبر هذا نشكر كل العباد الغيورين على مدينه المونستير، راهي مش بالساهل بالكل في الظروف هذه اللي موجوده اللجنه هذه. نحب نشوف مع سي منذر باش نكون احنا براتيك اكثر، وهذه رساله للجمهور اللي تبع فينا الكل، شنو باش تكون الاجراءات بعد شهر، خاطر احنا قالوا لنا اللي فما شهر تجتمع اللجنه ثم تعطي القرارات نتاعها، شنو هي التطورات والاجراءات باش تاخذها البلديه مع اللجنه هذه مع المشغل واللي ما عادش يخدم مع الاشغال هذه. هي اللجنه مش باش تعطي قراراتها وانما باش تعطي توصياتها، باش نكونوا واضحين. احنا باش نتبعوا اللجنه في الخدمه نتاعها، باش نكونوا على ذمه اللجنة هذه في خدمتها في مستوى التنسيق بينها وبين معناها السلطة المعنية والمشرفة على متابعة وتنفيذ معناها المشروع هذايا، في الاخر بكل التوصيات معناها توا اليوم اتفقوا باش يعملوا معناها دي سو كوميسيون الى اخره باش يخدموا على ارواحهم، كل كوميسيون معناها من زاوية اختصاص معين، ثم باش تقع جلسات لاحقة في الاخر باش نخرجوا معناها بلون ديكزيكسيون في مستوى التوصيات اللي باش يقع اسنادها. احنا دورنا في نهايه المطاف هذاك باش نحقوا
التوازن بين ما كان يأكد عليه سويسرا البواب توا اللي هو المحافظة على المشروع وبين التعديلات اللي باش يقع إدخالها بما يمكن من المحافظة على الجانب البيولوجي والطبيعي والجمالي للفلاز. دورنا هو هذا باش في الاخر بكل معناها الريكومونداسيون معناها التوصيات باش تخرج بها اللجنه هذه يقع تنفيذها قدر الامكان. هذا دور باهي. نخلي لك كلمه قبل ما نتعدل الموضوع الموالي مع سي منذر، نستغل حضوره معنا باش نحكيو على الكورونا والاجراءات اللي اتخذتها بلديه المنستير ورئاسه بلديه المنستير. باهي، اني في الختام سا مش نرجع لتفاصيل تقنيه لهنا، يظهر لي واضح من بعد التدخل نتاع سيوسري وسي المنظر وانه الحكايه ما فيهاش حتى مضر المستير وحتى مضر الفلس المستير، بالعكس هي حمايه الفلس المستير، وراو الناس كلهم طالبين بالحمايه. في الاخر يقعد ديما الشكل والطريقه هما اللي نحكيوا عليهم. مش نحكي في هذا كل يوم، نحب نتوجه للعبيد اللي تسمع فينا وخاصه العبيد اللي ساهمت بوندون من 23 فيفريي لليوم في التحركات نتاع التنسيقيه الكل، اللي قاعدين كل يوم يسألوا. اليوم كان ذكر حدث نبيل قلالة في جلسة نتاع اليوم، كان ذكر قال أنه فما معناتها يقول لك العباد تتصل بينا من خارج تونس حتى من برا يسألوا. اليوم ثم دي زيتيديون قرات في التسعينات في مستير قاعدين يكلموا يتصلوا بالتنسيقية وحاسس وكما يقولوا غيظهم لأنه عندهم ذكريات خاصة مع مستير وعندهم حنين خاص بالمستير وللبلاصة هيك بالذات. ثم عباد جات صيفة عام في المستير دخلت التنسيقية وتسأل وتقول لك الفلاز هذاك خسارة لتونس الكل، مشكلة المستترية ومشكلة لكم انتم راهو نتاعنا الناس الكل، هذاك بالنسبة لنا ستان باتريمون ناسيونال. نحب نقول انه عمل تنسيقية راهو باش يتواصل، باش يتواصل لهنا بارابول اللجنة هذه اللي تعملت، باش نحاولوا نبقاو على علاقة بالمجتمع المدني، باش نحاولوا نوصلوا الميساج. اللي نحب نأكد عليه هو انه العمل نتاع التنسيقية متواصل حتى من بعد. احنا باش نطالبوا من بعد بون نكملوا الفاز هذه ان شاء الله، مي علاش لي مادام فما هالتجاوب هذا من السلطات المحليه والجهويه والوطنيه كما قال سي المنظر، علاش لنا نجيو نحكيو من بعد على دي بلان نتاع اعاده تشجير القسط الاول والقسط الثاني. اليوم معنا جمعيات قويه ياسر كيما بحذنا اخونا بكير ونوتر غران بلو اللي نجموا يعاونونا ونجموا نلقاو دي بايور دو فون نجموا يعاونونا في دي في في معناتها دي زيتود نتاع اعاده تشجير القسط الاول والقسط الثاني. اليوم عندنا ناس مختصين كيما مديره سونت نتاع البيوتكنولوجي نتاع مسير مدام سخير اللي هي معنا وهي عالمه نباتات وتنجم تعطيك حوايج معناتها سونتيفيكمون ابروفي. علاش لا مادام بدينا الخطوه الاولى هذه نكملوها على سلام كما يقولوها ونوصلوا للاوبجيكتيف نتاعنا، من بعد نجموا نقدموا اكثر من هكا ان شاء الله. تحياتي للناس كل اللي ساهمت في التحرك المدني هذا، تحياتي للسلطه كيف كيف اللي جاوبت معنا وتفاعلت، ونتمنى ان التفاعل هذا يتواصل القدام، راهو مازال التنسيقيه باش تعيش ان شاء الله. شكرا لك سي ماهر. يسري خلي لك كلمه الختام ونرجع كلمه الختام. شوف انا كمجتمع اليوم انا عضو في اللجنه هذه اللي تكونت، وكان لي شرف ان وقعت دعوتي، وانا معناها فرحان جدا اني معناها فيها معناها وقع استدعائي للعمل في هذه اللجنه. شوف لازم كمجتمع مدني ما يلزمناش ننساو وقت اللي يلزم باش تشكر راهو يلزم تشكر. صحيح. ما يلزمناش ننساو باش نشكر السيد رئيس السلطه المحليه والسيد رئيس السلطه الجهويه السيد ولي المنستير، راهو موقف شجاع جدا، راهو بروجي عندهم قداش هما يجيبوا له في الاعتمادات وكذا ثم ياخذوا قرار في ايقاف بعد ما تعطاه موقف جريء. راهو موقف جريء، وراهو نزيد ناكد للناس الكل راهو ما تاخذهاش اعتباطيا، راهو ما تاخذها الا ما الدفعات نتاع التحرك هذا كانت على الاقل سوليد اللي خليتهم يتشجعوا وياخذوا الموقف هذا لتعليق ولو وقتي للوقت الى حين اتمام اللجنه هذه لاعمالها. اللجنه هذه باش تكون اعمالها كما قلت كما قال سي المنظر، راهو اعمالنا هو تبيين الهانات اللي موجودة في العمل ولا في البروجي بنسخته الحالية وإعطاء معناها تفسيرات علمية وممكن كما قال سي منذر اقتراحات علمية لطريقة اللي عملوا التدخل في عام 60 ما همش أذكى من اللي توا هما موجودين في عام 2020 واللي من عام 60 التدخل اللي اليوم محافظ الفلاز مازال موجود الفلاز وقائم. لكن فما حاجة أخرى زي لازم نفرحوا بها ويفرحوا بها الناس الكل. اليوم أنا كولد المجتمع المدني فرحان ياسر بتشكل جديد للمجتمع المدني في المستير، فما وجه جديد للمجتمع المدني في المستير، فما انقراض خليني نعبر بطريقتي أنا، فما انقراض لبعض الديناصورات القديمة في المستير اللي كانت جاثمة على المشهد الشبابية اليوم في المجتمع المدني. وجه جديد يشرف، وجه جديد يعني ناس من مختلف الأسلاك ومن مختلف التوجهات
وناس معناها بالحق مسيطريه اللي يشرفنا ويصدر صدر العمل معاهم والحمد لله المجتمع المدني ان شاء الله في ثنيته الباهي. قبل ما نختم الجزء الاول من حصتنا اليوم نختم معك سيد رئيس البلديه على الاجراءات المتخذه من طرفكم ومن طرف بلديه المنستير ازاء المرض الفيروس هذا اللي دخل البلبله والرعب في قلوب التوانسه الكل في كامل انحاء الجمهوريه. الكورونا شنو اتخذتوا كاجراءات؟ شكرا. احنا اتخذنا اجراءات سابقه في هذا واهم الاجراءات اللي اتخذناها هي غلق المسبح البلدي معناها من اسبوع فرط. ثم خرجنا معناها بيانات للمقاهي وللمطاعم والمحلات مفتوحه للجميع، لكن البارح عقدنا جلسه استثنائيه مجلس بلدي استثنائي وخرجنا بقرار ما نعرفش يمكن راه وصل اللي دعم تاعك وصل. كنت باش نعديها وصلت الفرصه انت موجود معنا عندي. سوف يوضع على امواج اذاعه رباط الخيم واذاعه بولستير وممكن في اذاعات اخرى وباش يقع معناها التبليغ للمعني. خلي بعجاله نقرا لكم القرار هذا. الفصل الاول يمنع بيع واستعمال الشيشه داخل المقاهي والمحلات المفتوحه للعموم بالمناطق الراجعة بالنظر لبلدية المنسير مدة شهر قابلة للتجديد. يمنع استعمال الكؤوس البلورية داخل المقاهي والمحلات المفتوحة للعموم وتعويضها بالكؤوس الورقية لمدة شهر قابلة للتجديد. تنظيف وصيانة المركبات الصحية والطاولات والكراسي والأرضية بالمحلات المفتوحة للعموم بمادة مطهرة مصادق عليها. عدم ترك الخبز في متناول الحرفاء وذلك بوضعه في عارضة خاصة وبيعه بطريقة محفوظة لتجنب لمسه مباشرة. ويشمل هذا القرار المخابز وجميع المحلات التي تتعاطى نشاط بيع الخبز. الفصل الثاني كل مخالف لمقتضيات هذا القرار يعرض نفسه لخطية إدارية قدرها 300 دينار. يدخل الفصل الثالث يدخل هذا القرار حيز التنفيذ من تاريخ ختمه وإمضائه وهو اليوم. دونك اليوم دخل حيز تنفيذ وبربي ملحوظه برشا ناس كلموني اليوم على فاست القبليات في المقاهي. يا سيدي اذا كانكم خايفين من اللي قبليه اللي يتعاودوا يتخسلوا القبليه نتاعك بعد ما تكمل كعكسوا ولا اقسموا في اثنين وخليها على طاوله هاتوا سيرفر يلوحوا ما فيها حتى شيء. هذه نقطه. النقطه الثانيه بربي راهو اتلف زنرتولي تحكي وتعاود راهو الفيروس هذايا على الاقل الا الحاله المشتبه فيها مش لازم تخرج وتسلم وتدور وتبوس وراهو الحجر الصحي مش انت قاعد في دارك واخواتك وامك وبوك دايرين بيك معناها انفكتيتهم راهو معناها بالحق خلينا نكونوا على الاقل مسؤولين شويه. شوفوا في المانيا كيفاش معناها ميركل تقول راهو متوقع ما بين 60 و 70% من البوبولاسيون الماند باش تكون توشي. شوفوا هما قدرتهم على السيطره على الفيروس هذايا. شوفوا قداش حاله معناتها قداش عدد المصابين توا وقداش عدد الوفيات معناها مينيم على الاخر بارابور العدد المصابين. شوفوا كيفاش نجموا يميتريزيو عدم انتشار الفيروس هذايا بالكثافه قاعدين نشوفوا فيها بار اكزومبل في ايطاليا رغم لا ايطاليا هي دوله متقدمه. احنا في تونس نسميو نحمدوا ربي ونشكروه على الكال اللي عندنا معناها عندنا النومبر يتسمى نيجليجابل هذا الاوفيسيال الديكلاري ما نعرفوش بكري كيما قلت السيد منهم المصاب هذا الطبيب مشى الماتش ليسبيرانس تفرج فيه في 60,000 معناها استاد شوف قداش بجنبه من واحد عداه وقداش عيط وقداش صاحوا ونقزوا وباسوا بعضهم ونعرفوا الاجواء نتاع ماتشات الكره. دونك الحالات اللي قربت للسيد هذا الكل ماذا بها تعمل الحجر الصحي على روحها وحدها وتكون مسؤوله وما تقرب حتى حد. مش لازم انت مرضت تعدي معاك لانه المشكله في الفيروس هذايا راهو طبيا نحكيو راهو الشاب اللي عمره معناها حتى ال 45 و 50 راهو ما عندوش ريسك كبير انه باش يموت. المشكله مش فيك انت كي تكون انفكتي، المشكله كي باش تروح راك باش تعدي بيبي راك باش تعدي بوك راك باش تعدي امك اللي هما المناعه نتاعهم سيستيماتيكمون ضعيفه لانه افيك لاج ليميونيتي نتاع العبد راهي تنقص. والفيروس هذا الى تاك شكون الى تاك اللي مناعته ضعيفه يعمل فيه يقتلو معناها انت راهو مش مشكله فيك انت انفكتي، المشكله في اللي باش تعديهم انت تقتلهم. تنجم انت ما تحسش بيه تعدالك سامبل غريب معناها غريب سامبل مشات على روحها جاتك الاعراض من غير حتى علاج بعد ثلاثه اربع ايام راك بريت. اما المشكله راهو في اللي باش تعدي لهم المرض هذا وان شاء الله ربي يعافينا ويعافيكم من الوباء هذا. وقفة حازمة ويلزم معناها أخذ المسائل معناها بشكل جدي لأنه المسألة تتعلق بحاجة اسمها الأمن القومي. بالضبط أمن قومي أمن قومي صحي. صحيح يا منظر في التدخل اليوم كان فما تدخل في المطار في تعقيم كان تدخل في بعض الفضائيات من بلدية المسير دخلت مشكورة معناها وقامت بتعقيم بعض الفضائيات وسوف نواصل تدخل نتاعنا في برشا إدارات اللي فيها معناها في نفس الموضوع. خلينا نستمعوا لخطاب مباشر للسيد رئيس الحكومة توا اللي قاعد يحكي. بدون جمهور
كل هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم.